بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما أعظم هذه التحميدة التي عضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم صلي وسلم وبارك على مصباح الدجى وعلم الورى وقائد ليوث الوغى، هدأة البال وجبرة الخاطر وشذى الأرواح وسعد الأفئدة وبدر التمام وتمام البدور، تجمل وتحلو الصلاة والتسليم عليه صلوات الله وسلاماته أبدا وسرمدا، حتى تقر عيناه القررتان في قبره الشريف وفي روضه العتيق. اللهم أكرمنا بالعلم، وجملنا بالحلم، وزينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، وما أعظم هذه التحية التي تعلن من أول الأمر الرحمة والسلام والسلم الذي لا هوان فيه ولا ذل ولا جبن ولا خزي ولا عار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعود مجددا إلى برنامجنا وبرنامجكم أغلى من الذهب، إذ نقتطف من سيرة الحبيب الورود والرياحين، ونبحث عن الجواهر والدراري واليواقيت، وما أكثرها وما أعظمها وما أجملها من سيرة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكالعادة في لقائكم أيها الإخوة والأخوات، نحب أن نسير مع الواقع فنذكر ما فيه العبرة وما فيه العبرة. يجب أن نجمع بين الأمرين، بين تأمل العقول وتأثر القلوب. أيها الإخوة والأخوات، هذه الأحداث تمر بنا، ينبغي أن نأخذ العبرة في ظل ما يجري من حولنا من أحداث تدع الحليم حيرانا، تشيب لهولها الولدان. والله أحداث جسام، علينا أن نأخذ العبرة، علينا أن نعتبر. يا جماعة، أحداث ننظر إليها تمر مرورا عجيبا، ثم تنسخها أحداث أخرى، وكلام الليل يمحه كلام النهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن ثمة ملاحظ، الكل ينشغل بهذه الأحداث، يبدأ بتحليلها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لربما، وهكذا. لا مانع من ذلك، هذا شيء مطلوب وشيء رائع، لا بأس. لكن من منا ينظر إلى هذه الأحداث على مستوى الآخرة، على مستوى الرجوع إلى الله، على مستوى المصير المنتظر، على مستوى من يدير الكون ربنا سبحانه وتعالى. الموت، هذا الكأس المترع المر، قد يستحيل حلوا عند أقوام، وقد يزداد مرارة عند قوم آخرين. فعلينا أن ننتبه لهذا الكأس، لهذا السيف الذي لن ينجو منه أحد. علينا أن نأخذ العبرة فيما سلف من أيام قصيرة طويلة. أناس كبار وأكابر، وأناس صغار في أعمار الورود والرياحين، ملوك ورؤساء، في لحظة واحدة انتهى كل شيء، والحساب عند رب العالمين
عن القطمير والنقير والذرة. سئل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن مسعود، ما أحكم آية في القرآن العظيم؟ فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكيف بمن يسخر أموال المسلمين لخدمة أعداء الإسلام وطواغيت البشر وأصنام البشر؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. تخيلوا في لحظة واحدة الأرض تبتلع ذلك الميت، بل في جزء يسير من الأرض. من ملك الدور والقصور والأموال والحشم والنشم في لحظة واحدة، دفعة واحدة دون هوادة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لحظة لحيضة ولا يستقدمون. قل لمن ملك الدنيا بأجمعها: هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ إخواني أخواتي، نترحم على أموات المسلمين أجمعين، ونطلب الرحمة لكل من مات من المسلمين، ولكن ينبغي أن نعتبر وأن تتحرك منا القلوب. ألم يأني حتام التأجيل؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم؟ يا لطيف، وكثير منهم فاسقون. عجيب، بدل من أن ترتعد الفرائص والأوصال لما نشهده من هلاك العظماء والكبار والأغنياء، ننشغل بأمر آخر في هذه الدنيا الغرور. يا جماعة، لما دفن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه سليمان ابن عبد الملك ولحده في قبره وقد مات الرجل ولم يتجاوز العقد الخامس من عمره، لحده في قبره وارتعدت فرائصه واقشعر بدنه، ملك في قمة شبابه وقوته وجلده، ها هو الآن في رمس من التراب. ثم أهيل على هذا الملك المتوج كما أهيل على من قبله وسيهال على من بعده، التراب من الآدميين. على كل حال، دعونا نذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل بعون الله سبحانه وتعالى. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأرحب بكم من جديد مع برنامجكم أغلى من الذهب، وما زلنا في بداية الحديث ومقدمات بعض الأحداث التي جرت فيما سلف من الأيام الفائتة. كما قلت، علينا أن نبحث عن العبرة. قل لمن ملك الدنيا بأجمعها: هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ وأستذكر أيضا حديث الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث الذي أوجز حالة العبيد والعباد في غاية الجودة والإفادة. قال عليه الصلاة والسلام: الناس مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، من المستريح ومن المستراح منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما المستريح
فالمؤمن استراح بلقاء ربه. يا سلام، وما يدرينا. لكننا علينا أن نكون في غاية اليقين أن أي موحد بإذن الله وأي مؤمن مقبل على ربه إنما هو في غاية الراحة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن من المستريح يا رسول الله؟ قال: المستريح المؤمن، العبد المؤمن استراح بلقاء ربه، وليس بعد تلكم الراحة وذلكم الرغد بلقاء الله عز وجل من نصب ولا تعب. قالوا: يا رسول الله، ومن المستراح منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: العبد الفاجر، أراح الله منه العبادة والبلاد. ولا ريب أن هذا العبد لن يستريح بلقاء ربه، وإنما ينتظره غضب وسخط من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الفريق الأول الذين يأنسون بلقاء الله في حيواتهم، ويستريحون عند لقاء ربهم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما بصدد الحديث عن البطل معاذ الكساسبة، فقد ذهب الرجل عليه سحائب الرحمة وشآبيب الرضوان إلى جوار الجواد الكريم. سبحانه، لا ريب أننا نحزن ونتألم على تلك الطريقة البشعة التي لا يقبل بها دين، ولا تقبل بها فطرة سليمة، ولا عقل راشد. ولكن يا إخواني يا أخواتي، هذه الدنيا الغرور لا قيمة لها إذا انتقلنا في لحظات إلى جوار ملك الملوك سبحانه وتعالى. وحسبي أمام هذا الرزء وهذا المصاب الجلل أن أذكر قول الحق سبحانه: وما كان. هذا أمر في غاية الغرابة، لاحظوا هذا التعبير، وما كان. يستحيل أن يحدث الأمر، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وما أجمل هذا الحديث الذي صار حكمة على لسان الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهو في غاية الوجازة والاختصار حتى يصبح محفوظة عند الكبار والصغار، فلا يقع في الخطأ والخطيئة المتوقعة بنسبة قليلة جدا. المسلم، من المسلم؟ تعريف المسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ودمه ويده. الله أكبر. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وأيضا هذه الآية التي تهز الجبال وتحرك التلال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. عجيب، من الذي يجرؤ على أن يسفك دم مسلم؟ هذا الدم المحرم المعصوم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الله أكبر. ليس هذا فحسب، وإنما لاحظوا تكملة الآية: وغضب الله عليه. ولاحظوا أيضا هذه الآية البديعة وهذا النص الذي يحذر المسلمين كل التحذير من أن تمتد أيديهم إلى أيدي وإلى أنفس المسلمين بالقتل، جمعت بين الغضب واللعنة. الله أكبر. انظروا مرة أخرى: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن جرم
أو هذا الجرم الذي يتصل بقتل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يطبقها منهجا حيا في حياته، الذي تصل يده إلى دم هذا المسلم يرتكب جرما عظيما. لكن أيها الإخوة والأخوات، أقول في نفس الاتجاه وأستحضر قول الحق سبحانه، لأن المؤمن كيس فطن، المؤمن لبيب ذكي ينظر إلى الأحداث ببصيرة وبدقة، ينظر بنور الله عز وجل بما تهيأ له من البحث والتمحيص والدراسة. أذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يا هذه الجملة القرآنية علينا أن نضعها نصب أعيننا هذه الأيام، وقد ادلهمت الفتن وأمسى وأصبح الحليم حيرانا، القاتل والمقتول، من القاتل ومن المقتول ومن شيء عجيب. فتن كقطع الليل المظلم، وعيد تدع الحليم صاحب اللب ورجاحة العقل حيرانا، فكيف الشأن بأفناء البشر ورعائهم من غيرها؟ نسأل الله العفو والعافية. أذكر هذه الآية أيها الإخوة مقابل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ما هي الآية التي أرى من الواجب أن ننتبه لما فيها من هداية وما فيها من بصائر في هذه المرحلة؟ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. ترى يا جماعة في عندنا مجرمين أكابر، مجرمين كبار، مسلمين مجرمين أقل صغار، والكل يقوم بتنفيذ مخطط الأكابر من الماسونية المارقة والصهيونية الحاقدة والصليبية السوداء. أرجو الانتباه مرة أخرى، هذه الآية تمتلئ بالبصائر. ومن أسف دعوني أقول أن هذه الآية تعطينا بوصلة أنه قد يكون هناك إشكالات في داخل الصف الواحد. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. ولكن البشرى حينما نصبر ونتجمل بالصبر والبصيرة واليقظة والانتباه، وما يمكرون إلا بأنفسهم. أي والله. وأود أن أشير أيها الإخوة والأخوات، ونحن أمام هذه البصائر وهذه النذر والدروس من هذه الآيات، حقيقة أن هؤلاء المجرمين من الأعداء والأدعياء يتعاملون مع المسلمين بل مع سائر البشر كأرقام صماء، يقتل هذا وتقتل العشرات، وأمس شهدنا براميل تسقط على الأبرياء في سوريا وفي بعض مناطق هنا وهناك من المسلمين، وما أكثرهم من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يتعاملون كأرقام صماء لا قيمة لهم، يقتلون القتيل وربما يتنازلون أن يمشوا في جنازته. وهنا إشكال أيضا، يتعاملون مع هذه المجموعات البشرية لا كأرواح وأنفس، لهم والدون وأمهات تذوب قلوبهن، وآباء يقهرون، وأحباب وذرية وعشيرة، الله المستعان. لكن أمام هذه الخطوب أراحتني آية الإسراء، وهي آية والله بديعة تريح قلب كل مكلوم من قهر وظلم في دنيا المسلمين. ما هي آية الإسراء؟ حسبي أن أذكرها ثم أنتقل إلى ما نحن بصدده من برنامجنا، وربما أطلت على حضراتكم في هذه المقدمات.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. تمام، هذا ما اتفقنا عليه وما أشرت إليه الآية السابقة. لكن الجملة الثانية في الآية أيها الإخوة والأخوات فيها ناموس رباني وسنة ربانية ماضية إلى يوم القيامة، لا تحابي أحدا. ما هذه السنة التي ننتظر من الله سبحانه وتعالى تحقيقها وأن يعدل حتى يشفي قلوب قوم المؤمنين، أن يعجل بها؟ ما هي الجملة الأخرى؟ ومن قتل مظلوما. الله أكبر، كم من المظلمين، كم من المظلومين والمظلومات والمقهورين والمقهورات يموتون في اللحظة الواحدة، ودعوني من أسف أن أقول في دنيا المسلمين، لكن الله لهؤلاء بالمرصاد ولو بعد حين. انظروا إلى هذا النص، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا، انظروا هذا التأكيد، فقد جعلنا لوليه سلطانا. الله أكبر، وانظروا إلى التعبير بالسلطان ثم التحذير، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أمام هذه البصائر يجد المؤمن نفسه أمام منهج القرآن في غاية التقبل والإيجابية والنظرة المتزنة إلى الأحداث، لأن عينيه ترنوان ما عند الله عز وجل من تعجيل لإمضاء السنن في الدنيا ومن تعجيل للجزاء الأوفر في جنات النعيم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، مرة أخرى قد أكون قد أطلت شيئا ما، لكن الأحداث التي مرت تقتضي شيئا من التعقيب الذي فيه بإذن الله عز وجل الفائدة والغنية والكفاية إن شاء الله تعالى. عشنا فيما سبق ولربما انقطعنا شيئا ما في الحلقات الماضية مع دخول صنديد جديد وصقر شديد وأسد هصور إلى دين الإسلام. وما أحوج دين الإسلام أيها الإخوة والأخوات كما قلت أيضا في حلقة سابقة إلى الأقوياء فكرا، والأقوياء عقيدة، والأقوياء مالا واقتصادا، والأقوياء جسدا بسطة في الجسم والعلم إلى آخره. دخل حمزة إلى دين الله عز وجل، سر الحبيب أيما سرور، وسر الأحباب والأصحاب سرورا بالغا بدخول حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وسبحان الله في قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وكأني بالحبيب عليه الصلاة والسلام قد شكر ربه وأثنى على الله ثناء حسنا عاطرا على إسلام حمزة الأسد، وكأني بالصحابة والأحباب رضوان الله عليهم قد شكروا الله شكرا متواصلا وحمدا ماجدا على ما أكرمهم من إسلام حمزة، فأعطاهم الله جزاء شكرهم مكافأة أخرى. وبعد 3 أيام متتالية قصرت ولم تطل، وإذا برجل شهم، وإذا بصنديد جديد، وإذا بنسر من حديد يدخل إلى دين الإسلام، يرفع هامته إلى السماء، يكبر الله أكبر لله الحمد. دخل حمزة ثم أسلم بعد 3 أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. معقول؟ عمر بن الخطاب هذا الرجل صاحب القلب القاسي كما ذكروا شيئا من نعوته وصفاته في الجاهلية، سبحان الله كيف صاحب الأذى الشديد للمسلمين والكيد الشديد للمسلمين، يتسلل نور الإيمان
إلى قلبه، يمتلئ قلبه بأنداء القرآن في لحظات. سبحان الله، هذه رسالة أيها الإخوة والأخوات. في ظل الظرف العصيب الذي تعيشه الأمة، علينا أن نترقب الأمل لينزل علينا في كل لحظة، في لحظة واحدة قد يأتيك ربك بالعجائب والغرائب، في لحظة واحدة قد يأتيك الفرج من كل باب من حيث لا تحتسب. عمر بن الخطاب يدخل في الإسلام، اي والله. وسبحان الله، بدأت هذه القصة العجيبة حينما كان عمر يعذب أمة عنده، أسلمت أمة ضعيفة ضعيفة لا تملك من أمرها شيء، لكن هكذا حينما يكون الإنسان قد طمست بصيرته يكون في عالم آخر. حتى إن عمر كان يضربها ويجلدها ويؤذيها ويدمي قدميها ويشج رأسها ويقول: والله ما تركت تعذيبك إلا ملالة. قال: أنا مللت. لكن هذه الأمة تصبر وتصمد أمام جبروت عمر، وكأني، وهذه رسالة مهمة أيها الإخوة والأخوات في عالم الدعوة، لكأني بهذه الأمة التي لا تملك من أمرها شيئا، لا تملك لسانا فصيحا ولا علما نضيجا كي تقنع عمر، لا تملك أن تخاطب عمر، لكنها بجلدها بصبرها بإيمانها أعتقد أنها أذهلت عقل عمر. ما الذي يجعل هذه الأمة الضعيفة تصبر؟ ثمة شيء، إنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كان عمر يخفي خلف هذه القسوة في قلبه رقة، لكن من يصل إلى أن يكشف عن هذه الرقة؟ لكن أيها الإخوة والأخوات، وهذه رسالة مهمة جدا، نحن بحاجة إلى دعاء يمتلكون قدرات فذة، يكشفون عن هذه الفطر، عن عوامل، ماذا أريد أن أسميها، عن عوامل الإيجابية في داخل هذا الأدمي. سبحان الله، يبدو أن عمر كان يخفي خلف هذه القسوة رقة عجيبة. ظهر هذا فيما سنبينه إن شاء الله بعد فاصل قصير، فلا تبتعدوا عنا كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم من جديد، حياكم الله. ما زلنا نتحدث عن قصة إسلام عمر، والله هي قصة تستحق منا أن نتوقف مليا، لكن نقف عند بعض الدروس والعبر. انظروا، عمر بن الخطاب يضرب الجارية ضربا شديدا في ذات يوم، حينما أراد أن يذهب إلى بعض بطون قريش وإلى بعض بيوتات قريش، وإذا به يلتقي مع زوجة عامر بن ربيعة رضي الله عنهما، وهي تعد نفسها للسفر، فيقول لها: إلى أين يا أختاه؟ تأملوا أيها الإخوة والأخوات. قالت: نحن سنسافر إلى الحبشة، سنذهب إلى الحبشة، لقد ظلمنا ظلما شديدا من عتاولة قريش. وإذا بعمر يطرق رأسه ويقول لزوجتي عبد الله بن عامر، يقول: صاحبكم الله يا أختاه. شيء عجيب. مرة أخرى يقول: صاحبكم الله يا أختاه. انظروا إلى هذه الرقة التي كانت تختفي وراء تلكم القسوة التي برزت بادئ الأمر في شخصية عمر بن الخطاب. وكما ذكرت قبل الفاصل أيها الإخوة والأخوات، على الداعي أن يبدع في الكشف عن مظاهر وبذور الإيجابية، وأن يلمسوا بسنارتهم الدقيقة الرقيقة مواطن الاستعداد النفسي الإيجابي عند الناس. رجعت زوجة عبد الله بن عامر
تحدث زوجها وهي في غاية الدهشة، وتقول: يا زوجاه، لقد رأيت وسمعت من عمر كيت وكيت. ماذا قال الرجل زوجها؟ قال: أتأمرين بإسلامه؟ هل تتوقعين أن يسلم عمر؟ فوالله لو أسلم حمار الخطاب، انظروا شيء عجيب، لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. معقول؟ هذا الرجل القاسي الفظ الغليظ الجبار المتجبر المغرور يدخل في دين الله؟ لكن يبدو أن زوجة عبد الله بن ثامر كانت أكثر حصافة وأكثر نظرا ودقة في كشف شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وهذه القضية، الكشف عن المواهب، الكشف عن الشخصيات، قراءة ما في هذه الشخصيات من نواطن القوة والانطلاق، ينبغي أن يبدع من خلالها الدعاة إلى الله في الوصول إلى كثير من المحرومين من نعمة الهداية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله. إذن يبدو أن ما حدث من الأمة وما حدث من الموقف مع زوجة عبد الله بن عامر أجرى صراعا داخليا في وجدان عمر، في عقل عمر: ماذا أفعل؟ محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، فعل كيت وكيت، وعمه حمزة بالأمس القريب ضرب خالي، كان أبو جهل خالا لعمر ابن الخطاب، ماذا أصنع؟ وهؤلاء مظلومون يريدون أن يتركوا البلاد من كثرة الظلم والضيم. إذن ماذا يصنع عمر؟ يبدو أنه اتخذ موقفا سلبيا بادئ الأمر، وإذا به يسل سيفه ويذهب يسير في طرقات قريش ويقول، والشر يتطاير من عينيه والشر يتطاير من جفنيه: أين محمد؟ أريد أن أقتل محمد. اللهم صل على محمد وليكن ما يكون. وأثناء ذهابه وأثناء اندفاعته ليذهب حاشا وكلا ليقتل الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، كان هذا الموقف العجيب أيضا. وإذا بصحابي جليل نعيم بن عبد الله قد أخفى إسلامه، وهذا درس مهم أيها الإخوة. هذا الرجل لم يكن قد أعلن عن إسلامه، رأى عمر مغضبا: إلى أين يا أبا حفص؟ قال: إلى محمد، هذا الذي سفه أحلامنا وفرق بيننا، أريد أن أريح منه قريشا وليكن ما يكون. ماذا يفعل هذا المسلم الضعيف الذي أسر إيمانه وكتم إيمانه؟ لابد أن يكون له موقف إيجابي، وهذا ما كان. بالتالي أيها الإخوة والأخوات، المسلم في جميع الأحوال مهما ضعف مهما كان شأنه ينبغي أن يكون على نصرة وإيجابية مع هذا الدين بتعقل وأنات وروية. ماذا يصنع؟ كان في غاية الذكاء، قال: لأصرف عمر عن الذهاب إلى رسول الله وأشغل عمر بأخته وزوج أخته حتى أعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يريده عمر، فيحذر أشد الحذر. وفعلا: إلى أين يا أبا حفص؟ قال: أريد محمدا، أريد أن أقتل محمدا. قال: أين تذهب؟ اذهب إلى أختك فاطمة قد أسلمت، اذهب إلى ابن عمك زوج فاطمة قد أسلم، تذهب إلى محمد؟ قال: ويلك، أحق ما تقول؟ قال: ما سمعت. فاستطاع أن يحرف مسار عمر، فذهب إلى بيت أخته فاطمة وطرق بابها بمنتهى الغضب والإقدام والشدة، واقتحم الباب، وهرب خباب بن الأرت ليختبئ في جنبات المنزل، ثم أمسك بسعيد بن زيد وصرعه على الأرض ولطمه لطما شديدا حتى أسال دمه،
ثم ضرب أخته ولطمها على خديها حتى أسال دمها. سبحان الله، كان في غاية الغضب، تملكته ثورة الغضب. لكن انظروا إلى حدس زوجة عبد الله بن عامر، خلف هذه الغلظة هناك رقة، وإذا بعمر تبدأ جوانب هذه الرقة تهيمن على قلبه، وهو يرى أخته يسيل الدم من خديها وينزل الدم غزيرا من عينيها، فأراد أن يلاطفها فقال: دعيني أقرأ ما عندكم من هذه الصحف. سبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله، قال: دعيني أقرأ هذه الصحف. وقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه من القلة القليلة من قريش التي تحسن القراءة والكتابة، ويبدو أن فاطمة بنت الخطاب كانت أيضا قد قرأت الرقة من قبل في شخصية أخيها، فعلمت أن عمر الآن في غاية الضعف والرقة، فأرادت ببصيرتها النافذة أن تفيد من هذا الموقف للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قالت له: إنك مشرك نجس، لن أسمح لك بأن تمس هذه الصحف. وإذا بعمر يسرع ويأتي بدل من الماء فيريق هذا الماء على جسده ويتطهر، ثم يمسك بالصحف. الله أكبر، تخيلوا المشهد، إذا أراد الله أمرا أنفذه. فأمسك بالصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، آيات تهتز لها الرواسي. والله، وإذا بعمر الأسد الهصور المغضب الجبار يستحيل عصفورا وديعا أمام جلالي وجمالي وعظمتي وبلاغتي وجزالتي هذه الآيات العظيمات، حتى تنزل الدموع من مقلتي، ثم يضم هذه الصحف إلى صدره ويتوجه إلى أخته كأنه قد شعر بالندم الشديد: يا أختاه، يا أختاه، أنى لي أن أصل إلى محمد، اللهم صل على محمد، يا أختاه، أنى لي أن أدخل في دين محمد، اللهم صل على محمد. سبحان الله، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، إذ تهيئ مثل هذه المفاجآت السمحة والرائعة التي تضمد جراحات المعذبين والمكلومين والمسحوقين في الأرض. أن لي أن أدخل في دين محمد، أتوسل إليك، أريد أن أذهب إلى محمد. انظروا الآن، سيدنا عمر يتوسل إلى أخته فاطمة، يتوسل إلى زوج أخته فاطمة سعيد: دلني على مكان محمد، أريد أن أرى محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، أريد أن أضم محمدا إلى صدري، أنا أشعر بشوق شديد وحب يملأ قلبي لمحمد. شيء عجيب، هذا الدين إذا دخل في حياتنا ملأها بالأنوار والأزهار والربيع والضياء والبهجة. أي والله، وإذا بخباب ابن الأرت يخرج من مخبئه، وذكر بعض أهل التاريخ والرواية، ولا بأس أن نستأنس بهذا، وإذا به يكبر: الله أكبر، الله أكبر، إني قد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم انصر الإسلام
بأحد العمرين، ولعلك تكون من أجيبت دعوة الحبيب عليه الصلاة والسلام من أجله. ثم تغلق فاطمة حجرتها ويذهبون في غاية التأودة والرفق والسكينة والطمأنينة إلى دار الأرقم سرا، ليذهبوا إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. قبل أن أتابع، تخيلوا أيها الإخوة والأخوات كم هي فرحة الحبيب، كم هي فرحة الأحباب حينما يرون عمر جبار الجاهلية، هذا الرجل الرقم الصعب من عتاولة قريش، يأتي قد علت رقبته، قد أغمض عينيه حياء أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمضوا إلى دار الأرقم، تكاد أرجلهم تصطك ببعضها بعضا، يزفون البشرى إلى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا بأحد الصحابة ينظر من صير الباب، ما نسميه بالعدسة السحرية، من دار الأرقم: يا رسول الله، عمر بن الخطاب، عمر الجبار قد أتى إلى دار الأرقم. وإذا بحمزة الأسد يقول: يا رسول الله، أنا نده، أنا سأقف إزاءه وسأرجعه خاسرا حاسرا. ثم خرج حمزة يقف حماية للحبيب عليه الصلاة والسلام على باب دار الأرقم. وكم صنعت دار الأرقم من الرجال، وكم أرجو أن تصنع مدارس المسلمين وجامعات المسلمين الرجال الأكفاء الأشاوس الذين يبددون دياجير الظلام والظلم في الأمة، وقد طال أمد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تصوروا، تخيلوا المشهد، يكاد عمر يصل، يواجهه حمزة: ماذا تريد يا عمر وقد حملت سيفك، ماذا تريد؟ ثم يأتي الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه ويطلب من حمزة التأودة والاسترسال، ثم يمسك الحبيب عليه الصلاة والسلام بحجزة عمر، وقد كان عمر رجلا طوالا طويلا، ولكن الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوة زنده وثقته بالله يمسك بحجزة عمر ويرفعه عن الأرض كالعصفور الصغير، ويقول: ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب، ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب، ألم يأني لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ وكأني بعمر قد نزلت الدموع سخية حارة من مقلتيه حتى خضلت لحيته، وهو يهز رأسه ندما على سنوات مضت دون أن يكون إلى جنب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألم يأني لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ وعمر في غاية الذهول والوداعة والدهش، تكاد رجلاه لا تحملاه، وكأني برسول الله عليه الصلاة والسلام قد أسعف، إذ حمله بيده من حجزته لأن رجليه لم تعد تحملاه، وهو أمام السراج المنير والبشير النذير عليه الصلاة والسلام. إذا بعمر يحني هامته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تخيلوا المشهد، وإذا بالصحابة يبكون من الفرح، يطيرون من الفرح، وإذا بالحبيب عليه الصلاة والسلام جذلا مسرورا
يحلق بجناحي الفرح، وكأني به يستعجل ليلصق جبهته بالأرض شكرا لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، ما أحوجنا إلى مثل هذا الفرح، ما أحوجنا إلى مثل هذه المواقف التي كما قلت قبل قليل تملأ قلوبنا بالأمل الواعد الذي لا بد منه. فليجتهد الدعاء وليجهد الدعاء وليبدع الدعاء وليقدم الدعاة إلى الله وليقدموا النماذج وليخترقوا كل الأمكنة والزقاق. مجتمع الأغنياء، مجتمع الفقراء، مجتمع هؤلاء وهؤلاء، هذه الصالونات وهذه الصالونات، يجب أن نجهد حتى يفرح المؤمنون بعناصر جديدة تقدم لهذا الدين. وبالمناسبة الصحابة يا إخواني ومن قبلهم الحبيب عليه الصلاة والسلام شعروا بطعم أن يهدي الله رجلا واحدا. الصحابة الكرام ومعهم الحبيب عليه الصلاة والسلام شعروا بطعم أن يهدي الله امرأة واحدة، فتى واحدا. كانوا يعدون الصحابة واحدا واحدا، أسلم فلان، حتى كانوا يقولون سادس الصحابة إسلاما، خامس الصحابة إسلاما، رابع الصحابة إسلاما، السبق، ويعدونهم واحدا واحدا. لقد فهمت وأنا أتحدث عن مثل هذا حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام إذ رصد فضلا من الله ونعمة جائزة عظيمة لمن يكون سببا في هداية رجل واحد، شاب واحد. فهمت حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، امرأة واحدة، شابا واحدا، خير لك من حمر النعم. وفي رواية أمداؤها أوسع من المكافأة، خير لك مما طلعت عليه الشمس من الذهب والورق والفضة والخيرات والكواكب والمجرات والأفلاك والأملاك والأشياء العجيبات، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. لقد فهمت حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه، من رد لي شاردا إلى الله كتبته عندي جهبذا، ومن كتبته جهبذا لا أعذبه أبدا. وأن الأمر في غاية الأهمية أن نجهد في الدعوة إلى الله، أن نرد الشاردين إلى الله. كم من أبنائنا، كم من بناتنا، كم من الشباب، كم من الشابات قد شردوا عن الجادة والصواب. أيها الإخوة والأخوات، ليست الدعوة مجرد محاضرات ودروس في الفضائيات والشاشات والقاعات. الدعوة أن نجهد، أن نصل إلى الخلق في كل مكان، أن نحاور الشباب والشابات، أن نقنعهم، أن نردهم إلى دين الإسلام الذي يتفق مع فطرتهم ليحيل حياتهم نورا وربيعا وبهجة. على كل حال أترككم لتتخيلوا مدى الفرحة والبهجة بإسلام عمر. أعتقد أن الصحابة الآن سيقومون بمهرجان عند الجامع الحسين، عفوا، بمهرجان في مكة ابتهاجا بإسلام عمر، لكن هذا المهرجان سيكون في ساحات الكعبة، مهرجان ابتهاجا تكبيرا جلجلة بالتكبير من أجل إسلام رجل واحد لكنه بأمة، عمر بن الخطاب. هذا ما سنقف عنده إن شاء الله في الحلقة القادمة إن قدر الله يسر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.